حالك تمام، معاك مهند من بن حمودة للسيارات. هادي الزي ال1، ده شكل الرينج. هو طبعا شكله مختلف عن الاس اس، لونه وشكله ديزاين يعني غير طبعا. ده شكل الدعامية والبامبر الامامي، حتى هو كله كمان فعليا شكله مختلف عن الاس اس. تمام، هنا ده كمان مفرغ الشعار، انتر كولرز. تمام، خلينا نشوف من الخلف ومن الداخل. ده شكل سوبر تشارجد LT4 اسمه. ده البلوك طبعا مختلف عن الاس اس طبعا اكيد. ده اسم الباشمهندس اللي عملها. نشوف من الداخل، هنا السايد سكيرت. حتى الجناح شكله ديزاينه غير شوية. حتى شكل الاكزوست تيب والبامبر الخلفي غير شوية، يعني جلوس لامع شوية. من الداخل كل ده كانتارا. السيت ريكارو، حتى الستيرنج كمان كانتارا. في كربون فلاش على الداشبورد هنا. تمام،